قف بمخافة الله وانصت بحكمة لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير، بركاته على جميعنا. من مزامير أبينا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا. كهنتك يلبسون البر، وقديسوك يبتهجون من أجل داود عبدك. هيات سراجا لمسيحي وعليه يزهر قدسي. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور أضاء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور، لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم وكون العالم به، ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، الذين يؤمنون باسمه. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولدوا. والكلمة صار جسدا وحل فينا، ورأينا مجده كمجد ابن وحيد لأبيه، مملوء النعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي صار قدامي،
لأنه كان قبلي، لأنه من ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطيا، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. والمجد لله دائم.